كابتن سيد كابتن ضياء والقى على طريقتكم انتوا لعبتوا مع كابتن حسن شحاته طول الوقت 6 سنين بالطريقه دي تقريبا، بس كان شكلها مختلف. دي حاجه. النقطه الثانيه قال برضو نقطه مهمه اللي انا اوحته فيها دي، بتاعت ان هو اضطر كابتن حسام يلعب بالطريقه دي مش عشان هو عايز باك ليفت، لا ده هو عايز يلعب كل الناس. هل ممكن انا ممكن سبب؟ بس قبل الكلمتين دول انت كنت بتكلم مع كابتن بشير من شويه على الطريقه. هي الطريقه ممكن تتغير يعني على حسب امكانيات اللعيبه اللي معاك واللعيبه المتاحه، وده كابتن حسام ممكن يكون كان مجبر شويه عشان ما فيش باك ليفت حاجه. والنقطه الثانيه على حسب الخصم اللي بتلعبه، انت لو بتلعب السنغال هتلعب بالطريقه دي بتريزيجيه كده، لا يمكن هتلعب كده. لو بتلعب المغرب هتلعب بنفس مستحيل. الطريقه وبنفس الوظائف للعيبه دي وينج جامد خالص عليك. اكيد مش هتلعب كده، على حسب المنافس بتاعك. فالمنافس مدي لك الاريحيه ان انت تلعب بطريقه زي دي وتدي تمام. مهام لتريزيجيه شويه. انما النقطه اللي بتكلم فيها الكابتن ده بتقوله حتى لو المنافس وحش انت هتكسب. لو المنافس حتى لو انت وحش هتكسب هتكسب يعني. ده نقطه مفروغ حتى لو انت منها. وحش لا نقطه مفروغ منها. الفرق بتاع المجموعه بتاعتك من اقل المجموعات اللي فيها فرق، حتى معظم الفرق بتلعب بره ملعبها، فهم حتى نتائجهم هتلاقي الفرق كلها ايه تعادلات، لانه كل واحد بيلعب بعيد عن جمهوره. يعني انت الفرقه الوحيده مفيش حد بيلعب غير غينيا بيساو. يعني انت الفرقه الوحيده اللي بتلعب كل ماتشات على ملعبها بجماهير كامله، اثيوبيا او جيبوتي ويمكن بوركينا كمان لو بيلعب بره ارضه. انا نقطتي زي ما الكابتن ضياء قال، هو تعامل الكابتن حسام يعني عادي يبدا بالطريقه دي. يعني انا مختلف مع لازم يبدا بالطريقه دي، وطالما عنده فكره وعايز يطبقها والفكره نجحت بنسبه 100% اول نص ساعه بامانه، بس كان لازم التعامل بعد كده بقى. انت شفت في اجهاد شويه لتريزيجيه، لانه المساحه زي ما الكابتن ضياء بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ما ينفعش لعيب وينج اجري المساحه دي كلها. يعني ممكن باك اجري المساحه دي، انما وينج ما جرهوش المساحه دي كلها. والباك كمان مش هيفضل طول الماتش رايح جاي كده، لا الباك هيعرف يقسم. ممكن عند الامكانيه يعني معظم الوقت بيلعب، انما تريزيجيه طول حياته هو من بعد نص الملعب متر. يعني هو بيتحرك من بعد نص الملعب، فهو طبعا بعد النص ساعة مجهوده قل شوية في الناحية الدفاعية. فأنت ككابتن حسام كان لازم تدخل على فكرة، أنا ممكن من خلال جوه الملعب حتى غير الطريقة من جوه. يعني فتح نص الملعب وبعد كده ناحية الشمال لغاية ما عمل تغييرات. خلي بالك اللي فرق معاك الشوط الثاني كمان، إن أنت وأنت مرجع حمدي، يعني هي النقطة، أنت لو طلعت حمدي في نص الملعب وزيزو دخل شوية وإمام دخل شوية ومروان جنب حمدي، نص الملعب خلاص أنت مش هتلاقي أي مساحة لأي حد يتحرك فيها. النقطة اللي بيتكلم فيها الكابتن ده ان هو لاعب عدد كبير من اللعيبه، هو عايز يستغل كل اللعيبه، بس في نفس الوقت انا بشوف ان انت ما بتستغل كل اللعيبه بتضيع امكانيات عدد من اللعيبه. يعني بشوف حتى زيزو لو كويس، بس مش هو مش بامكانياته اللي بيخرجها. اما يكون عندك واحد من احسن لعيبه العالم، انا قلتها مره والكابتن ضيا كان معاك كروش برضه، ما ينفعش انا طول حياتي هو صلاح اهم لعيب على الخط، فانا اروح اعمل ايه؟ لا اخش اخليك جوه يا صلاح. على فكره ده انا الطريقه هو بقى صلاح من على الخط اصلا. وبعد كده يبقى يدخل جوه مره، انما انا اروح اعمل ايه؟ لا انا بحلل لكم، لا هلاعبه صانع العاب. ما هو الراجل هو اصلا اهم لعيب في العالم في الناحيه دي، فدخله جوه صانع العاب عشان اعمل ايه؟ عشان اخرج زيزو بره؟ ايه اللي هيحصل؟ مظبوط. يعني ايه النتيجه؟ انت بعد 90 دقيقه شفتها النهارده، ايه النتيجه بتاع انا بالنسبه لي يعني صلاح ما ادانيش اللي انا كنت متوقعه. واروح للكابتن احمد عيد في النقطه دي، هل طريقه الكابتن حسام وان صلاح هيبقى مهاجم تاني او تحت الفيرود وبيلعب زي بلاي ميكر يعني فقد كتير من خطوره صلاح؟ انا الشوط الاولاني عملها كويس قوي، عملها ومسيطر و... خطوره صلاح على المرمى لا هو النهارده راح سدد 2 على المرمى الشوط الاول، واحده في اول واحده فاول. وعامل عامل عامل اسيست الجون الاولاني وعامل اسيست لامام عاشور عالمي. يعني انت خدت منه برده في الشوط الاولاني حاجه كويسه. هو انا قلت لك الحلقه اللي فاتت الكابتن حسام هيحط ممكن يحط فيرويد تاني عشان الحته الدفاعيه ناحيه اليمين، فهو غير الطريقه كلها عشان يريح صلاح في الحته الدفاعيه. ما انا كلمتك بس الكابتن سيد بيتكلم كلام لوجيك، يعني انا عندي لعيب واخد احسن. ايوه ماشي، انا معاك. انت خلف انا خلاص انا هحط لعيب رقم 8 مثلا ناحيه اليمين زي حمدي فتحي. اكلمك بقى خلاص بقى، احط لعيب رقم 8 ناحيه اليمين زي حمدي فتحي ينزل في الحته الدفاعيه. انت في الحته الدفاعيه وصلاح يهاجم. عملها كذا مدرب كروش والناس دي كلها. انا بس عايز ارجع بس الحته اللي بنتكلم كابتن ضياء، عشان انا كنت موجود قبل كده في المعسكر معاهم في ماتش غانا. احنا برده جينا قعدنا
طول طول التصفيات نلعب بطريقه. كان جينا مع معسكر مين في روسيا؟ ممكن لا كان مع برادلي. أوكي. انت كمل عشان هدي درس برضه في الماتش ده. بص بتاع غانا درس مستفاد يعني. الماتش ده ماتش احنا كنا بنلعب بتشكيل ماتش السته اللي كان ماتش سته بنلعب بتشكيل كل التصفيات الحته اللي قدام صلاح وابو تريكا وانا الثالث كنت بتاعه كنا بنلعب التصفيات كلها كده. وجي ساعات كنا نلعب الماتشات اللي لعبنا ممكن فيرود يخش احمد جعفر يلعب مش عارف زيدان يلعب يعني اي حد عمرو زكي يلعب من الناس ديت. لكن لو ماتش بره ملعبك بتلعب بالثلاثه دول على طول يعني احنا كنا بنلعب احنا الثلاثه اغلبيه التصفيات. جينا قبل الماتش ده وسيد كان معانا في المعسكر وتقريبا ما لعبش الماتش ده برضه. ماتش غانا كان ماتش غانا بتاع 6-1 الطريقه كلها اتغيرت لعبنا ثلاثه. ما هو في الماتش ده لعبنا ثلاثة احنا كنا بنلعب اثنين حسام غالي لعب ليبرو ووائل جمعة ومحمد نجيب وانتوا طول التصفيات بتلعبوا أربعة بنلعب أربعة وكان المعسكر اللي قبليها كمان نجيب كابتن ديت ولا أقول لك خليه لما يجي عزومة دي الكابتن ديت خليه لما يجي عزومة مش بتاعته دي خلاص على فكرة ما أنا عارف أنا خالص يعني المدير الفني اه طبعا اشتغلنا عليها يعني احنا يعتبر ما اشتغلناش على الطريقة غير أربع خمس أيام وكمان فجيب. كان لعبة الأهلي بتلعب فاكر قبل النهائي ماتش القطن قبل النهائي هو الراجل جاب الناس قال لك خلاص أنا هلعب بالأغلبية الناس اللي جاهزة هو الراجل بقى بيتكلم فأنا بقول لك إن يعني أي مدير فني ممكن يفكر ما النتيجة برضه إيه ما خسرته ستة لا ما هو بس الكابتن حسام كسب ايوه كسب بس الاداء بس عشان ده انت غانا بيلاعب مين وفين بيلاعب مين وفين انت سبت نص الملعب اصلا وكان اتنين كان اسيان ومونتاري في نص الملعب دول اصلا هم عايزين اكمل لك كمل انت بقى حاجتين بقى لا حاجتين ده الدرس بمناسبه الدرس يعني بمناسبه الدرس انا واحد من الناس اتعلمته من يومها يعني اللي هو الماتش ده ذهاب وعوده النتيجه الشوط الاولاني 3-1 3-1 وانت الامور لسه في موجوده في الملعب لسه ما في الملعب وانت خطفت جول مع الشوط الثاني كان عندك ابو تريكه وصلاح بتروح بتخلص كده بتروح بهجمات كسبتنا 2 يعني انت خلصت 3-1 انا فاكر انت كسبته 2-0 يعني فانت عملت ايه فانت عملت ايه بين الشوطين انت لقيت الحته شويه من ناحيه شديد فيها ضغط رحت عامل تغييره عجيبه جدا ايه بقى وليد سليمان كان في الملعب راح مطلع شديد ونزل شيكابالا وحط وليد سليمان باك ليفت الواحد جاله بقى فانت عايز اقول لك حاجه كمان في ديت فانت كنت فتحت الملعب بقى بطريقه انت خليت قسمت فرقتك فرقتين فرقه ثلاثه بيلعبوا قدام وبقيت فرقتك كلها مضغوطه من لعيبه غانا وبعدين لعيبه غانا في اليوم ده كانوا في احسن حالاتهم يعني الترقيصه بتمشي الشوطه بتمشي الاوفر بيمشي فانت ساعدتهم بالتغييره دي ان انت ايه فتحت الملعب بقى مساحات كبيره جدا وخدت الريسك النتيجه اما سته خلاص انت خلصت مباراه العوده فانا بتكلم في الدرس في ايه ان انت لو كنت مسكت نفسك ال 45 دقيقه دي كان عندك القدره ان انت هنا تكسب وتكسب عادي 2-3 الامور عاديه ما كانتش بعيده قوي للدرجه ان هي 6-1 بس ده بفضل ايه ان انت خدت قرار بس غلط في توقيت صعب كانت لعيبه كتير بتيجي من بره المنتخب يعني من بره مش موجودين يعني مثلا وليد ده كان من الماتشات اللي هو النادره اللي لعبها مع المنتخب من فترات كبيره يعني لا وعمره ما لعب باك ليفت وشيكابالا نفس الكلام وليد عمره ما لعب باك ليفت نفس الفكره ايوه يعني عمره يعني وكان معاك مين بقى باك ليفت كان وعبد الشافي انا احتياطي وعبد الشافي انت احتياطي وعبد الشافي في المدرج فوق سبحان الله يعني بص بقى عملوا الناس الماتش العوده ماتش العوده ماتش العوده كان عبد الشافي وحازم امام فوق في المدرج ماتش العوده هما الاثنين اللي بداوا ده بكرات وده بكليفت احيانا الضغوط بتعمل كده بتخلي المدرب ده ما اي بس خلاص ضيع الماتش خلاص دي بتقفل عنده هي النقطه دي انا كنت بقول يعني حته تغيير التشكيل دي ممكن تيجي على دماغ كنا بنتكلم على صلاح افضل صلاح كان يلعب على الطرف ولا يلعب تحت راس صلاح هو لو هيلعب على الطرف بوجهه نظري لازم تحط حد لعيب رقم 8 بيلعب ناحيه اليمين ميوله الدفاعيه كبيره كبيره يعني. ايوه انا بقول لك هي دي الطريقه بس انا اقول لك على حاجه عيب ماشي انا معاك بس انا اسالك سؤال انا كسيد معوضي انا بلعب على صلاح كباك ليفت انا هفكر اهاجم بس انا لو فرقه انا والله عمري ما هفكر حتى لو الكوره مع فرقتي انا حتى لو هاجمت هاجم وانا باصص ورايا كده معظم الوقت بحذر جدا مجرد ما الكوره تتقطع ما انا لو بلاعب حد فاهم حتى لو باك ليفت بيهاجم اول ما الكوره تتقطع هتتحط لصلاح خلاص هو الراجل هو ايه اللي بيحصل مع صلاح بره
واللي بيحصل مع صلاح في ليفربول. اول ما الباك يطلع معظم الوقت ارمي صلاح في ليفربول هو واحد ضد واحد او في مساحه بس. ده التعامل كله صح، والتوقيت الباص بتاع توقيت الباص اللي بيروح له. انما هي النقطه انا عمال ادخله وصلاح ماشي ما هيباصي وهيعمل ثرو بس يعني هجيب فينيسيوس ومنتخب البرازيل يقول له خش العب جوه يعني ما تلعبش على الطرف العب جوه. هو وصل فينيسيوس النجم من الحته دي. كابتن بشير الديفنس الجون جه فينا من كوره ثابته تقول لي برايك وتحركات الدفاع ولما لعب بثلاثه ورا ومعهم حمدي فتحي منى ورامي ورام شويه بشويه حمدي فتحي ولما اتغيرت الطريقه الاربعه 3 3. بص احنا طبعا عمرنا عندنا مشكله في مصر عموما في اغلب الانديه وفي المنتخب من التمركز بتاع الاستمرارات. او متعلمنا في الكوره ان الكرات الثابته اسهل رقابه في كرات الثابته. هو التمركز بقى اسهل من اه ما هو التمركز يعني الناس بتقف يعني ماشي. انت سيرد باك في الكره الثابته مع الفيرود اسهل لك من اللعب مش كده؟ احنا لما المشكله دي كنا ممكن نقول بنتغلب عليها في حاجه واحده انك بتلعب في الكره الثابته مان تو مان مع بتمسك الواحد في اي خلاص انا مع احمد عيد سيد مع شبانه ده مع ده خلاص عشان حته يعني تتغلب على المشكله بتاعت التمركز لان كل اللعيبه بمفهوم وانا بمفهوم اي حد لما الكره بتتلعب كله بيتفرج بيبص عليها. ف نتغلب على المشكله دي ازاي؟ كل المدربين زهقوا وتعبوا في القصه دي. لا احمد عيد تمسكه، سيد تمسكه، كل واحد ملتزم بالمان. زائد ان يعني الاثنين اللي ورا يعني نقول مثلا محمد عبد المنعم واقف شويه على رجليه، رامي النهارده هو ما كانش موفق قوي يعني هو ما فيش اخطاء كبيره لكن لا يعني بشكله ده كان عنده ميس باص لكنه ما عملش كوارث علينا لكن مش ده وما اقدرش اقيمه في المباراه دي اقول ده هو كويس ولا لا. ده الفرقه مستوى يعني مش قد كده. طبعا ناحيه اليمين كان محمد هاني، محمد هاني برده زي ما كابتن احمد قال ما كانش برده بيساعد او بيلم ورا الناس او يقدر يغطي يعالج اخطاء رامي او مثلا اخطاء مثلا من محمد عبد المنعم مش موجوده. والباك ليفت اصلا خد بالك هاني كان بيلعب ايه؟ باك رايت محمد هاني وينج باك في ثلاثه وينج باك زي تريزيجيه. تريزيجيه اصلا اللي ما حدش واخد باله كل ماتشات المنتخب بيحب يجري كتير في الملعب ويشخبط وبيحاول وينج باك وده وينج باك بس تريزيجيه عشان لا, لا بس في فرق طبعا ايوه قدامك زيزو وقدامك صلاح غير ما يكون قدامك امام عاشور اللي جوه يعني برضو يعني لما يكون صلاح هو في اتجاهك ويكون زيزو في اتجاهك انت برضو مش هتبقى بنفس القيمه بتاع تريزيجيه. خلي بالك هو الكورتين بتاع جون هو في حد من فرقه مصر قبله هو اكنه وينج يعني هو تريزيجيه كان بيلعب وينج يعني وينج وانت بتهاجم مفتوحه قدامه وحاسس بحريه فتصرف ومشي اكنه وينج هو مفيش باك في الطريقه دي حتى هيوصل هنا يعني هو كمل اكنه وينج. انما هاني هي النقطه انت برضو لو هتلعب هاني في الحته دي مع وجود صلاح وزيزو ايه الفايده؟ يعني هي الثلاثه دول على خط واحد هستفيد بمين؟ هستفيد بمين؟ الافيد الاثنين اللي قدام والراجل يقف مظبوط. المشكله في الثلاثه دي برضو يا كابتن بشير انت برضو قادر في الحته الدفاعيه ديت ان انت اصلا احنا الشوط الثاني بدانا نلعب في مساحه كبيره دي مشكله الخط الهجوم في حته والديفنس في حته فانت كده. بتلعب تريزيجيه ده المفروض هو بيهاجم السرد باك التالت ده اللي هو محمد عبد المنعم لازم يبقى وراه باك ليفت والسرد باك ده لجوه والسرد باك البعيد لجوه زيه بيقرب لجوه ونبقى قريبين دي ما كانتش بتحصل هدي عشان كده الراجل رقم 7 ما بتجيله بياخد عبد المنعم واحد على واحد ده طبيعي هيروح وهيعدي هو لو حمدي كان بيقرب ما كانش المساحه دي لا هو المساحه عبد المنعم اللي حمدي كان في النص المساحه اللي عبد المنعم يقرب ورا تريزيجيه كانه هو الباك ليفت وانت بتهاجم بيفتح كانه الباك ليفت وانت بتهاجم وحمدي يجي يرحل مكانه والناحيه الثانيه رامي يرحل مكانه كده لو من الناحيه الثانيه وهاني بيهاجم هو رامي ربيعه ودي كده وده يجي كده وده هي دي برده كانت مشكله من المشاكل اللي انت بتخليك واحد على واحد كتير اما بتفقد الكوره اصلا بتفقد خمسه سته بيبقى مران واقف والثلاثه قدامه دي تعليمات يعني بعد مره واثنين لما تظهر دي مش بتدي تعليماتك بسرعه للعيبه ده طبيعي اللعيبه اصلا يعني نسيت الكلام ده من زمان لان مش خلاص يعني كانت فتره وعدت بيلعبوا متعودين على كده فده حاجه بالنسبه لهم بقى يعني حمل زياده اللي هو ايه حاجه مش معتاده خلاص نسيوها اعملها تاني هيعملها مره وهينسى التانيه
لكن في الاخر احنا كان عندنا مشاكل كتير من قبل المباراه دي، المشاكل اللي احنا سمعنا عنها بتاع كابتن حسام او المشاكل اللي كانت في الاتحاد والقصه دي كلها. فالمباراه دي احنا كسبنا منها الثلاثه بونت، وكسبنا منها ان احنا عدينا من المشاكل، نردم بقى على المشاكل دي خالص ونبدا بصفحه جديده ونشوف اخطائنا ايه ونصلح في اللي جاي.